معاوية ورد من منع لعنه. شكرا. طيب جزاكم الله خير جزاء. خلينا نشوف أهل مصر إنه جباء. عندنا الشيخ عبد الناصر. الشيخ عبد الناصر تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عبد الناصر، أنتم أهل مصر هل تنتفضون وتدافعون عن الحسين وتبطلون شرعية يزيد، ولا كلكم سواسية؟ تفضل انتفضوا تفضل. طيب الحمد لله رب العالمين. أولا الصوت واضح حجي؟ واضح واضح. طيب عظم الله وأجركم باستشهاد كريم آل محمد الذي لولاه ما بقي الإسلام إلى الآن. الله أكبر. ثانيا كلام الأخ عمار من فلسطين على مباني أهل السنة كلام صحيح 100%، والذين يتصلون ويقولون هذه ليست عقيدة أهل السنة وإن عقيدة أهل السنة يحبون أهل بيت النبي، هذه محبة عوام لا تقدم ولا تؤخر. وإذا قلت لهم ما رأيكم في علي بن أبي طالب ومعاوية يقولون كلاهما صحابي جليل رضي الله عنه، فأين هي المحبة؟ أما موضوع يزيد فيزيد ما شذ عن الأمة، ما شذ عن أهل السنة في بغضه والبراءة منه إلا القليل، أما الباقي فيعتبرونه إماما شرعيا خليفة منصب. ولا أدل على ذلك فعل ابن عمر الذي هو كان في عصره من أكابر الصحابة، وأنا يعني مع احترامي واعتزازي وحبي للشيخ علي الكوراني إلا أنني أخالفه الرأي مخالفة تامة، لأن أحمد بن حنبل لم يقل أنه يجوز لعن يزيد، بل قال ومتى رأيت أبيك لعانا، يعني هو قال لا نحبه ولا نسبه، وهذا أيضا كلام يعني فيه طبعا أيا كان قائله أحمد بن حنبل أو غيره فيه ميوعة، كيف لا نحبه ولا نسبه وهو الذي حظى بلعنة رسول الله صلى الله عليه وآله في استحلاله لمدينة النبي صلى الله عليه وآله التي حرمها كما حرم إبراهيم مكة، وقتله لابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وضربه الكعبة. بس لحظة الشيخ عبد الناصر، الشيخ عبد الناصر للتصحيح كلام سماحة الشيخ صحيح. ليش؟ لأن عند الخلال عند أحمد بن حنبل، وأنا أظهرت الكتاب وهذا الكتاب أمامكم على الشاشة، في هذا الكتاب يا شيخ عبد الناصر اللي أمامكم على الكتابة، قال أحمد بن حنبل وهل يحب يزيد وهو ما فعل في المدينة ما فعل؟ قالوا له وماذا فعل؟ قال نهبها، قتل الصحابة ونهب المدينة. أيضا أحمد بن حنبل يقول النبي صلى الله عليه وآله الذي يحدث حدثا بسيطا فهو ملعون، وأحمد بن حنبل يقول أن يزيد بن معاوية نهب المدينة، يعني ملعون ولا مش ملعون؟ يا حجي الله يكرمك، نعم أنا أقر أن أحمد بن حنبل قال هذا، لكن عندما سأله ابنه عبد الله قال له هل تلعنه؟ قال ومتى رأيت أبيك لعانا؟ تمام، يعني لم يلعن. هذا لا يعني طبعا يعني طب أنا أريد أن أقول شيء لهؤلاء الذين يدعون محبة أهل البيت النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون أن أهل السنة كذلك جميعا يحبون أهل البيت النبي. مذاهب أهل السنة أربعة، الباقية حتى الآن أربع مذاهب، يعني اندثرت مذاهب كمذهب الأوزاعي وسفيان الثوري وغير ذلك. تلك المذاهب الأربعة القائمة، أنا أتحدى سني على وجه الأرض يقول لي أبو حنيفة ومالك والشافعي أقروا بخلافة علي بن أبي طالب، أنا أتحدى أن ينقل لي نقلا صحيحا عن هؤلاء لأن أنهم أقروا بخلافة علي بن أبي طالب عليه السلام، وإنما كانوا يقولون بالثلاثة بخلافة الثلاثة، وجاء أحمد بن حنبل وأقر بخلافة علي بن أبي طالب، يعني المذهب الرابع فقط عند أهل السنة. فأنا أقول لأي متصل يتصل الآن من أهل السنة ويطعن في كلام عمار الفلسطيني الناصفي، أقول له قل ما رأيك في من حارب علي بن أبي طالب في الجمل وصفين فقط. طيب شيخنا الكريم إذا سمحت
إذا سمحتم. تفضل شيخنا. هذا الأخ المصري يقول لك لا تغتروا بالحب الظاهر. نحن الآن كلنا مغترين، شرعا يجب علينا أن نعمل بظاهر المسلمين. يقول لا تغتروا، هؤلاء السنة اللي يقولون نحب أهل البيت كذابين، فإن تجعلوهم نواصب يقول لا أنت مشتبه. وأما أحمد بن حنبل فهذا نصه، سأله ابنه قال له وهل يجوز لعنه؟ قال نعم يجوز لعنه. وقرأ الآية فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله. بعدين يسأله بويا أنت تلعن؟ قال إن شفت أبوك لعن أحد يا ابني. هو محتاط ما شاء الله، يعني محتاط أكثر من الله ومن النبي، ما يلعن أحد. فإذا هذا رأي أحمد بن حنبل أنه يجوز لعن يزيد. نعم أيها الأخ، أنت تقول أنك أنت ابحث عن عمق السنة، ولما تحرجهم بين علي وبين عثمان أو أبي بكر وعمر ما يقولون أنه هذا خليفة، يقولون ذولاك خلفاء وهذا مختلف فيه. هذا لا تحرجه، نحن نقول لنا ظاهر المسلمين وأنهم يحبون أهل البيت، ومن هذا الظاهر نستفيد حتى نوعيهم على أهل البيت عليهم السلام. أما نقولهم أنتم نواصب لا، ما نقولهم. نقول للذي يظهر النصب مثل الوهابي ومثل هذا عمار أنت ناصبي، والبقية شرعا مسلمون، لا نقول لهم نواصب وشكرا. شكرا لكم. أم عباس تفضل. أخذت أم عباس. هلا رد. ايه تفضل رد عبد الرحمن وبعدين أم عباس. يلا تفضل عبد الشيخ عبد الرحمن. طيب انا ما قلت ذلك لا اقول بي.